وجهة فريق حقك ما يذيعش اليوم. منطقة الخردنية تابعة لعمادة الشويحية من معتمدية الشرادة. مشاكل تنموية متعددة أساسها البنية التحتية المتردية ونقص الخدمات المزداة للمواطن. هذه شريتية خردانية، هذا القب خردانية، هذه خردانية يا ساتة، هاك تشوفها معوز، وكل مرة واحد يموت على بلاصة، هذاك ضرب فيه ثلاثة ترقك السيس، هذاك هو كل حجر مسدس. البيطار برا، عاد السبيطار تمشي تقيد ويقول لك برا هات هذيك وهات هذيك، نيا مضمون مشيت عليه من شرار ذا سيد عمر، طلعوا لي مضمون بالسوري، قالوا لي لا برا سيد عمر. الفيراج هذا ثلاثة مرات تدخل لي الكراب، تدخل لي في الحوش، تحلي الحوش ثلاثة مرات، من مرة دخلت لي الدخل على الصغار الدار، فهمت؟ عملنا دودا هنا لين غادي ثمين، عملنا دودا خرج المعتمد ثور، وبعد قال لنا يسمحوا تو في الوقت، واللي هم ثم هنا يجي 50 دودا في الكيس قاعدي. علاش كل منطقة هذيك عملنا احنا دودا باش على الصغار ولا صغار يقول ضريت مش مرة نحو. الأهالي في الخردنية يطالبوا بصوت واحد بحقهم في الماء، ويستنكروا حرمانهم الماء صالح للشرب. مرة على مرة يخدم جمعة وشهر ونص وشهرين ما تجيناش قطرة، والله نستلفوا من العباد ولا نشربوا في الماء المالح. أزمة في الماء، في الماء ديما، الماء ريتا في الصيفة دي مخصوص، تو مخصوص يرجع في الليل نص ساعة من زمان. اللي عنده سنتاج عنده، اللي عنده بير عنده، ماجن ما ولا قاعد هكاك تعبي بالبيت. والموضوع هذا قبل زاد حكينا فيه وخرجنا زاد هذه وطنية وما صار شيء، نفس الحكاية. الماء عنده 6 شهور ها، ونريك معناتها الفاتورات هنا جايبين بنتي اقل فاتوره فيها 600، وكل مره مش مخلصين وما ثماش ماء. لو كان فم اخويا يعطيني انا نستهلك ماء تاعي وفم موجود الماء ونخلص، الله يبارك معناتها. نحن ما عدناش ما خلصناش، عدنا جي 6 شهور ولا 7 شهور يرخص البيدور ها والحاجه مرة عامل بيدوريتو هاو باش يكون هذاك لو كان عنده ماء ها سبلته. من جهه اخرى النقل في منطقه الخردنيه يمثل معضله كبيره للاهالي. وقت اللي حلت المدرسه تفهمتنا وياهم مول النقل، قالوا نهزها بدينار وما تتكلمش، نطق رزين وتقرا في المواعقين، فهمت؟ طول ياخذوا عليها في 12% وفي 13%، وهو ركوب الدينار منا متر ياخذوا عليه في 13%. يعني انا عندنا 3 صغار و4 صغار ياكلوا كل يوم فبدي، والكار ما فماش الكار تجي مرصوصه زياده بالنسبه للكار نتاع تلاندا، تجي 6 تهز راهي 200 راهي تهز في 50. الشوفير يقول لك اخويا لا غالب، لا ولدي انا نزلوا فنتي 10 كيلومتر غاديك نزلوا فهميك ما نعيش فنتي. كلمته وقال لي اخويا انا لا غالب راهي الكار فنتي حبست بينا وما نعيشني وما نعيشني، نزل ما لقاش بلاصه. رغم قربها المركز المعتمديه الا انها تعاني من التهميش ونقص التلميذ. نحاولوا من خلال برنامج حقك ما يذيعش نجاوبوا على الاستفهامات هذه. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.